الحديث إذن عن الواقع السياسي والاقتصادي في العراق وعن إخفاق حكومة السودان في تحقيق التنمية والاستقرار للعراق، معنا من لندن أكاديمي أستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي. مرحبا بكم دكتور نعمة معنا. أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم، حياك وبقناة الرافدين المقاومة البطلة. حياك الله. ما قيمة دكتور نعمة حديث الحكومة عن إنجازات سياسية واقتصادية في العراق، وبرأيكم كيف ينظر الشارع العراقي إليها؟ الحقيقة أخي الكريم، إذا تسمح لي أنا راح أخذها من ثلاثة أوجه. تفضل. الوجه السياسي واللي برز من مطالبة الصدر بغلق السفارة وما يترتب عليه، والوضع الاقتصادي، وما قضية زيادة النفط أو اللعب في الدولار، والآخر هو التصرفات الغير مسؤولة من قبل ذيول إيران، ما يسمى بذيول إيران في العراق، وخاصة قضية غزة وما يترتب عليها. نريد أن نركز على الجانب الاقتصادي دكتور إن سمحتم. نعم، الجانب الاقتصادي أخي الكريم، الحقيقة لعب دور أساسي بأنه العراق سيكون خلال هذا الشهرين أعتقد في أزمة اقتصادية خانقة، ولذلك كثير من العراقيين بدأوا يبحثون عن الدولار ويبيعون الدينار والتوجه إلى الذهب، لأن عارفين أن هذه الشهور القادمة هناك أزمة. ستكون أزمة اقتصادية خانقة ويكونون في وضع سيء، وخاصة من قبل الجارة إيران القذرة. طيب دكتور نعم، عفوا، الحكومة في العراق كما تعلم يعني تطلق خدمة الحجز الإلكتروني لبيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي. ما فائدة هذه الإجراءات والاقتصاد كما تعلم على حاله سيء والفساد قائم؟ الحقيقة أنا هذا الموضوع بحثت مع بعض الأصدقاء قبل ثلاثة أيام، نعم، ونقلوني صورة بالضبط كما سمعته من عندكم من تقريركم الذي كان وافيا لما يحدث في العراق، إنه المحسوبية والرشوة وتجار المصارف يلعبون دورا أساسيا في نهب الثروة والدينار العراقي والدولار العراقي من الأسواق. يعني يدور في لعبة الفساد وما يحصل بالضبط. هذه قابلت ناس من نفس الأشخاص اللي هم موجودين في بغداد وحدثوني عن هذه القصص، إنه إذا كان عندك محسوبية وناس واصلة تستطيع أن تلعب بالدولار كما تشاء. نعم، ولذلك هذا له تأثير على الثروة الاقتصادية. نعم، على الجانب الاقتصادي أخي الكريم، إذا الدول تفهم معنى الاقتصاد فهو هذا اقتصاد الانهيار وليس اقتصاد البناء. نعم، وأقول لك أنه أحد من تحالف قيم المدني اسمه علي السودان، نعم، يحذر من التدهور الاقتصادي والمخاوف من التدهور بسبب الهجمات على القواعد الأمريكية. نعم دكتور نعمة، وهذا من عندهم
من نفس الشلة يقول هذا الكلام. فكيف إذا الصدر يطلب بغلق السفارة الأمريكي؟ كيف؟ واضح دكتور نعمة، أعتذر منك لضيق الوقت. إذن من لندن الأكاديمي أستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي، شكرا جزيلا لك.